عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع البشارة العظيمة قناة جديدة من القنوات الإسلامية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قناة العلم والإيمان، نزفها إليكم مع التردد الجديد على قمر النايل سات، وفيها نخبة كبيرة من علماء المسلمين، منهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزغبي والشيخ محمد العريفي والشيخ محمد المنجد وغيره من الشيوخ العلماء القمم، وطبعا إلى جانب بعض البرامج الدينية الرائعة إن شاء الله تجدوها على يعني هذا التردد اللي هنزفه إليكم النهاردة. وطبعا خير دليل القناة أمامكم، يعني ما شاء الله إن شاء الله يعني تفتتح وتكون منبر للإسلام والمسلمين. زي ما احنا شايفين يا شباب، القناة اسمها العلم والإيمان باللغة الإنجليزية بهذا الاسم، إن شاء الله ستجدوه مكتوب في التدوين أسفل الفيديو بإذن الله. هنخش كده وهنشوف من خصائص القناة التردد 12562 فيرتيكال بمعدل ترميز 27500. هتجدوا التردد الآن مكتوب أمامكم على الشاشة، انقلوه على الريسيفرات الخاصة بكم وعلى الأجهزة المختلفة. وطبعا هنيئا لكم هذه القناة، وإن شاء الله يعني تكون يعني نصيرا لكم إلى الجنة. وطبعا في النهاية ندعوكم إلى الاشتراك في قناتكم، قناة عرب للمعلوميات، وتفعيل زر الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد ومفيد في عالم التقنية والستلايت. وفي النهاية شكرا لكم.